السلام عليكم يا سنة تانية، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم عبير عبد الصادق فرقة رابعة. ان شاء الله هنراجع على محاضرة الميتابوليزم اوف الثيرويد هرمونز. في الاول قلنا ندعي لزمايلنا بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. بعد كده بقى قلنا المحاضرة بتاعتنا بتتكون من ايه. اول حاجة الديفينيشن، يعني ايه الثيرويد هرمون وبيتصنع فين وكده. بقى تاني حاجة البايوسينسيز بتاعه، ايه التصنيع بتاعه بيتم ازاي. بعد كده الميتابوليزم بتاعه، الجسم بيكسره ازاي. وبعدين الثيرويد هرمون ريسبتورز، المستقبلات بتاعة الثيرويد هرمون. واخر حاجه اللي هو كنترول اوف ثايرويد هرمون سكريشن، ازاي الجسم بيتحكم في الافراز بتاع الثايرويد هرمون، وامتى بيفرزه وامتى مش بيفرزه. بعد كده اول حاجه بقى نتكلم عليها هو الديفينيشن. طبعا احنا قلنا عندنا ان الثايرويد هرمون دوت بيتفرز منين. طبعا كلنا عارفين من الغده الدرقيه، من الثايرويد جلاند. طيب الثايرويد جلاند ديت اصلا هي ايه؟ هي بايلوبد جلاند. بايلوبد جلاند يعني بتتكون من تو لوبز، بتتكون من تو لوبز، بتتكون من تو لوبز، تمام. طيب وهي موجوده فين؟ موجوده ان فرونت اوف التراكيه، موجوده قدام القصبه الهوائيه ان ذا. يبقى هنا تاني الثايرويد هرمون ارسكيتد باي ثايرويد جلاند، اللي هي اصلا باي لوبد جلاند، موجوده ان فرونت اوف التراكيه ان ذا نيك. طب ايه هي اهميه الثايرويد هرمون؟ قال ان هو بيتحكم في كل الميتابوليزم بتاع الجسم، يعني كنترول الاوفر اول ميتابوليزم اوف البادي، زي ان هو بيتحكم في النيورال ديفلوبمنت، في التطور بتاع الاعصاب، والنورمال جروث اند الماتوريشن بتاع البون، والنمو الطبيعي النمو الطبيعي والنضج بتاع العظم. يبقى هنا النيورال ديفلوبمنت، النورمال جروث اند ماتوريشن اوف بونز. واخر حاجه ان هو برضو مسؤول عن الكارديو فاسكولار اند الرينال فانكشن، تمام. بعد كده بقى نبدا نتكلم على البايوسينسيز بتاعه. قال لي اول حاجه ان احنا في عندنا حاجه اسمها الايوديد ابتيك، ان احنا بقى في عندنا اخذنا اكل مثلا في ايوديد، والايوديد دوت موجود في الدم. هندخل الايوديد دوت ازاي لجوه الثايرويد جلاند عشان يبدا ان هو يصنع لي الثايرويد هرمون دوت. قال لي الايوديد، ان احنا بنعمل اول خطوه اسمها الايوديد ابتيك اند ريليز انتو ذا فولوكل، ان احنا بناخده ندخله جوه الثايرويد جلاند، وبعدين ناخده نوديه لحته اسمها الفوليكولار ليومن، تمام. على الرسم كده عندنا حته الجزء ده اللي هو الدم، البلاز موجود فيه الايوديد، الايوديد ومعاه الصوديوم، تمام. فاحنا ما ينفعش ان احنا ندخل الايوديد لوحده لان هو كميته صغيره اصلا. فاحنا بندخل الايوديد معاه حاجه اسمها الصوديوم عن طريق حاجه اسمها ايه، اسمها الصوديوم ايوديد سيمبورتر. اسمه ايه؟ الصوديوم ايوديد سيمبورتر. فيدخل الايوديد ومعاه الصوديوم، وبعدين الصوديوم يروح سايبه خارج تاني على بره من خلال حاجه اسمها الصوديوم بامب، من خلال الصوديوم بامب، تمام. وبعدين الايوديد بقى موجود جوه في حته اسمها الثايرويد سيليومن، بس هو مش هيفضل قاعد في الثايرويد سيليومن دي. هو وبعدين الايوديد هيحصل له ترانسبورت عن طريق حاجه اسمها الابيكال ممبرين، الابيكال ممبرين، ويعدي من الثايرويد سيليومن ويدخل على الجزء اللي هو الفوليكولار ليومن اللي هيتم فيه التصنيع. يبقى اول خطوه عندي كانت الايوديد ابتيك اند ريليز انتو الفوليكل، ان الايوديد كان موجود في الدم، دخل مع الصوديوم عن طريق صوديوم ايوديد سيمبورتر، وبعدين الايوديد بقى موجود في جزء اسمه الثايرويد سيليومن، وعدى حصل له ترانسبورت عن طريق الابيكال ممبرين وراح للفوليكولار ليومن، تمام. وناخد بالنا ان هو اسمه ايوديد، ايوديد لان هو لسه في صوره ان اورجانيك، وهنعرف لما يتحول لاورجانيك هيبقى اسمه ايه. نبدا بقى نقرا الخطوه دي تمت ازاي. قال لي اول حاجه ان الايوديد از نيدد ان ذا فوليكولار ليومن عشان خاطر الثايرويد هرمونز بايوسينسيز. في الماميل، في الثدييات، البلازما ايوديد كونسنتريشن بيبقى فيري لو، كميه الايوديد بتبقى كميه صغيره جدا، عشان كده ما ينفعش ندخله لوحده، بندخله مع ماده الصوديوم. طيب الثايرويد جلاند هاز ا يونيك ترانسبورت سيستم، عندها ترانسبورت سيستم اسمه صوديوم ايوديد سيمبورتر، تمام. اسمه ايه؟ اسمه صوديوم ايوديد سيمبورتر. بيعمل ايه؟ بيعمل ويتش ميديت الترانسبورت اوف، بيعمل بيدخل الان اورجانيك ايوديد. قلنا الايوديد لسه ماده ان اورجانيك، ان اورجانيك ايوديد بيدخله من البلد انتو الثايرويد فولكولار سيل، بيدخله من الايه، من البلد للفولكولار سيل، وبعدين بعد ما يدخله مع مين؟ ان كونجنكشن مع الصوديوم. يبقى هنا تاني الصوديوم ايوديد سيمبورتر ديت بتعمل ايه؟ بتخلي الايوديد يدخل مع الصوديوم، وبعدين بعد ما يدخلوا هما الاثنين سوا الصوديوم بيحصل له ايه؟ قال لي الصوديوم بيحصل له اكستريدد اوت سايد ذا سيل فيا الصوديوم بامب، بيخرج تاني بره الخليه عن طريق الصوديوم بامب، تمام. الان اورجانيك ايوديد بقى بيحصل له ترانسبورتد من خلال مين؟ الليبيكال ممبرين، عشان يروح عشان يعدي من الثايروسايتس او من الثايرويد سيليومن يروح للفوليكولار اليومن اللي هيبدا يكمل فيها التصنيع بتاعه. تاني خطوه عندنا ان احنا بنكون مادتين اسمهم الميت والديت، اللي هم المونو ايودو تيروزين والداي ايودو تيروزين. ايودو تيروزين ديت يعني انا محتاجه حاجه اسمها ايودين ومحتاجه حاجه اسمها تيروزين، تمام. تمام، يبقى عشان اصنعهم محتاجه ايودين ومحتاجه تيروزين. عشان اجيب الايودين دوت محتاجه اعمل خطوه مهمه، ان انا احول الايوديد لايودين. طب الايوديد هحوله لايودين بعمليه اسمها ايه؟ اسمها الاورجانيفيكيشن او الاوكسيديشن، الاورجانيفيكيشن او الاوكسيديشن، تمام. يبقى عشان اصنع الميت والديت انا محتاجه اللي هم اسمهم مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين، محتاجه ايودين ومحتاجه تيروزين.
الايودين دوت بجيبه ازاي؟ ان انا احول الايوديد لايودين عن طريق ايه؟ عمليه اسمها اورجانيفيكيشن او اكسيديشن. تاني حاجه التيروزين، التيروزين ده اصلا هي حلقه بنزين موجوده في مركب اسمه ايه؟ اسمه السيروجلوبيولين. اسمه ايه؟ اسمه السيروجلوبيولين. ناخد واحده واحده، ناخد بقى عمليه الاورجانيفيكيشن بتاعه الايودين دي بتتم ازاي. قال لي ان في مركبين هم المسؤولين عن عمليه الاورجانيفيكيشن دي، اللي هم مين؟ اللي هو المركب اسمه H2O2 ومركب تاني اسمه التي بي او او الثايرويد بروكسيديز. تمام، يبقى هنا تاني انا عشان اصنعهم محتاجه ان انا اعمل اورجانيفيكيشن للايودين اللي هو اكسيديشن اوف الانورجانيك تو اورجانيك ايودين، ان انا احول الايوديد لايودين فين؟ في الفوليكولار ليومن. تاني حاجه ان انا بجيب حاجه اسمها التيروزين سيجو او حلقه البنزين من السيروجلوبيلين. تمام، بعد كده اللي هو H2O2 والثايرويد بروكسيديز دول قلنا مسؤولين عن ان هم يعملوا ايه؟ يحولوا لي الايوديد لايودين بالاورجانيفيكيشن، ومسؤولين عن حاجه كمان اسمها الفينول الكبري هنقولها بعدين. تمام، ناخد كلمتين عن اللي هو ال H2O2. قال ان ال H2O2 او الهيدروجين بروكسيد دي ماده بتتفرز من الثيرويد فوليكلز بمساعده مين؟ بمساعده النات بي اتش. يبقى هنا تاني المركبين اللي بيعملوا لي اورجانيفيكيشن للايوديد ويحولوه لايودين اسمهم ايه؟ اللي هم الهيدروجين بروكسيد ال H2O2 والثيرويد بروكسيديز. تمام، الهيدروجين بروكسيد دوت بيتفرز من الثيرويد فوليكلز بمساعده النات بي اتش، اما الثيرويد بروكسيديز فقال لي ان هو ماده اسمها هيم كونتيننج ماميليان بروكسيديز، يعني فيها هيموجلوبين واكسجين. يبقى هيم كونتيننج بروكسيديز وهو هومو دايمر. ناخد بالنا ان هو هومو دايمر عشان خاطر هومو ديت يعني حاجتين شبه بعض عشان خاطر ما يلخبطناش ويقول هيتيرو دايمر. واخر حاجه ان هو بيقول لي ان في ميجور بارت من الثيرويد بروكسيديز ده في حاجه اسمها الاكتيف سايد. الاكتيف سايد دوت بيفضل موجود في الاكسترا سيلولار ريجن بتاعه الفوليكل اليومن. يبقى تاني الثيرويد بروكسيديز دوت هو هيم كونتيننج بروكسيديز هومو دايمر، وفي الميجور بارت بتاعه في جزء اسمه الاكتيف سايد بيفضل موجود في الاكسترا سيلولار ريجن بتاع الفوليكل اليومن. تمام، بعد كده بقى ناخد كلمتين على السيروجلوبيلين. احنا قلنا ان السيروجلوبيلين ده بيبقى موجود في حاجه اسمها ايه؟ تيروزين او حلقه البنزين اللي هيمسك فيها الايودين. فقال لي ان السيروجلوبيلين دوت اهم حاجه بتصنع فين؟ بيتصنع في الميتوكوندريا، وبعدين يروح للفوليكولار ثايرويد سيل على شكل ايه؟ على شكل فيزيكال. يبقى هنا هو بيتصنع في الميتوكوندريا وبعدين يخرج يروح للثايرويد سيل للفوليكولار ثايرويد سيل على شكل فيزيكال، واول ما يبدا يعدي الابيكال فوليكولار دوت تبدا الفيزيكال دي يحصل لها اكزوسايتوزس وتطلع لي سيروجلوبيلين. يبقى هنا السيروجلوبيلين بيتصنع في الميتوكوندريا بيروح للفوليكولار ثايرويد سيل على شكل فيزيكال، اول ما يعدي الابيكال ميمبرين يحصل له اكزوسايتوزس ويطلع السيروجلوبيلين كونتنت انتو ذا فوليكولار ليومن. تمام، قال لي ان السيروجلوبيلين ده هو الموست اباندنت بروتين ان ذا فوليكولار ليومن. يبقى هنا لما يقول لي ايه هو الموست اباندنت بروتين للفوليكولار ليومن هو مين؟ السيروجلوبيلين. تمام، انا كده بقى عندي سيروجلوبيلين وعندي ايودين موجودين فين؟ في الفوليكولار ليومن. عايزه بقى اكون الميت والديت. تمام، هيجي بقى عندي في اليومن او في الفوليكولار سيل هيحصل ايه؟ الاورجانيك ايودين، الايودين اللي بقى عندنا هيحصل له كابلد مع مين؟ مع السيروجلوبيلين عند ايه؟ عقاد التيروزين عشان يكون لي مين؟ 3 ايودو تيروزين اللي هو الميت و3 و5 داي ايودو تيروزين اللي هو الديت. 3 ايودو تيروزين ده لو مسك في مكان واحد اللي هو عند الرقم 3 هيكون لي ميت، عشان كده اللي هو المونو ايودو تيروزين عشان كده مسك في مكان واحد، انما لو مسك في مكانين هقول عليه داي ايودو تيروزين يعني 2 اللي هو 3 و5. تمام، يبقى احنا كده قلنا ان الميت والديت عشان يتكونوا انا محتاجه اعمل اورجانيفيكيشن احول الايوديد لايودين، ومحتاجه ان انا يبقى عندي السيروجلوبيلين عشان التيروزين. الايودين هيبدا ان هو يمسك في التيروزين عند لو مسك عند رقم 3 بس هيكون الميت، لو مسك عند رقم 3 و5 هيكون الديت. وعرفنا ان السيروجلوبيلين بيتصنع فين؟ في الميتوكوندريا، بيخرج على شكل فيزيكال، اول ما يعدي الابيكال ميمبرين يحصل له اكزوسايتوزس ويطلع الايه؟ السيروجلوبيلين، هو الموست اباندنت بروتين في الفوليكولار ليومن. بعد كده بقى تالت خطوه عندي بيبدا يحصل حاجه اسمها الفينوليك كابلنج اوف الميت اند الديت. يعني ايه كابلنج؟ يعني كابلنج دول يعني انا بحط حاجتين على بعض. زي مين؟ زي ان انا عندي مثلا اللي هو الديت او الداي ايودو تيروزين كل واحده فيها اتنين، فيها اتنين ايودين. طب لو انا جبت اتنين وركبتهم على بعض بقى عندي اتنين واتنين فهيكونوا لي اربعه. يبقى هنا اتنين ديت مول هيديني واحد مول من ايه؟ من التي 4. يبقى انا لو مسكت اتنين ديت في بعض هيبقى عندي هكون مين؟ هكون التي 4. طيب الفينوليك كابلنج ده اللي بيحصل بواسطه ايه او بمساعده مين؟ اللي هو الاو اتش جروب اللي موجوده في البنزين رينج، البنزين رينج اللي هي بتاعه التيروزين اللي كان في السيروجلوبيلين. يبقى هنا تاني الفينوليك كابلنج ده بيحصل بمساعده الاو اتش جروب اللي موجوده في البنزين رينج. بعد كده بقى بيقول لي الاستورج اند ريليز. قال لي ان السيروجلوبيلين بيفضل ماسك في التي 3 والتي 4 ويفضلوا حصل لهم ستورد في الفوليكولار ليومن. يبقى هنا السيروجلوبيلين باوند تي 4 اند تي 3 از ستورد ان الفوليكولار ليومن از كله. تمام، طيب يبقى هما كده متخزنين طول ما الجسم مش محتاجهم. اول ما الجسم بيحتاجهم ايه اللي بيحصل؟ بيزيد عندي الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاع التي اس اتش او الثايرويد ستيمولاتنج هرمون اللي بيطلعه الغده النخاميه وتقول ان الجسم محتاج ثايرويد هرمون.
فيبدا الثيروجلوبيلين يحصل له بروتيوليزز ويطلع لي التي 4 والتي 3 ويوديهم للايه للبلاد. يبقى انا تاني في الطبيعي التي 3 والتي 4 ماسكين في الثيروجلوبيلين وقاعدين في الفولليكولار اليومن. اول ما التي اس اتش يزيد يبقى معنى كده ان الجسم محتاج التي 3 والتي 4. نبدا الثيروجلوبيلين يحصل له بروتيوليزز ان ذا لايسوسومز ويطلع لي التي 3 والتي 4 ويوديهم للبلاد. اول ما يروح التي 3 والتي 4 على البلاد هيعمل حاجه اسمها ايه، اسمها بروتين باوندنج. مش عايزين يفضلوا قاعدين لوحدهم في الدم، لا عايزين يمسكوا في بروتين زي مين، زي الثيروكسين باوندنج جلوبيلين او الترانس سيرتين او الهيومن سيروم البيومين. يبقى هنا تاني هيمسكوا في ثلاث انواع من البروتينات، يا جلوبيولين يا البيومين يا ترانس سيرتين. يبقى يا ايه، يا جلوبيولين يا ترانس سيرتين يا البيومين، تمام. بس هما بيحبوا او ليهم هاي افينيتي لمين، للجلوبيولين. يبقى هنا الثيروكسين بايندينج جلوبيلين هاز ذا هايست افينيتي توورد الثايرويد هرمون. ليه بقى؟ ذا هاي افينيتي اوف الترانسبورت زي افينتي في الترانسبورت بروتين فور تي 4 اند تي 3. ليه بقى الجلوبيولين ليه هاي افينتي؟ عشان خاطر هو بيعمل حاجه اسمها سلو كليرنس اند برولونجد هاف لايف، يعني بيزود مده الحياه بتاعتهم في الدم، يعني مش بيخليهم يتكسروا بسرعه، اللي هو الايه ان هو بيأخر تكسيرهم. سلو كليرنس اند برولونجد هاف لايف بيطول مده حياتهم فين، في الدم. طيب بعد كده بقى ديت رسمه بتلم كل اللي احنا قلناه. ادي احنا عندنا في الدم اهوت موجود عندنا ايه، موجود عندنا ايودين وموجود عندنا ايوديد قصدي ومعاه صوديوم. هيبداوا يدخلوا عن طريق اللي هو الايه الصوديوم ايوديد سمبورتر، وبعدين الصوديوم ياخد بعضه ويخرج على بره من خلال الصوديوم بام، ويفضل الايوديد جوه ايه، جوه الثايرويد سيل ليومن. الايوديد هياخد بعضه ويروح يعدي من خلال الابيكال ميمبرين ويخرج للفوليكولار ليومن، ويخرج للفوليكولار ليومن تمام على شكل ايه، ايوديد. لسه بقى هو في صوره ان اورجانيك، عايزين نحوله لصوره اورجانيك. هيجي له مين، الاتش 2 او 2 والثايرويد بروكسيديز عشان يحولوه لصوره ايه، لصوره اورجانيك ويعملوا له اورجانيفيكيشن. وبعدين يروح يبقى في صوره اورجانيفيكيشن ويجي له الثيروجلوبيلين اللي فيه مجموعه التيروزين، يبدا الايودين يمسك في الثيروجلوبيلين ويكونوا لي الميت والديت تمام. وبعدين دي بعد ما كوننا الميت والديت هيبدا يحصل عندي حاجه اسمها ايه، ادي ده كده اللي هو الميت والديت. هيبدا يحصل عندي حاجه اسمها الفينوليك كابلنج، ان انا مسك اتنين ديت في بعض. ادي ده كده هيكون لي اللي هو ايه التي 4. يبقى انا كده هيكون لي عندي ايه تي 4 تمام. التي 4 بقى بيفضل، قلنا ان هو بيفضل متخزن ستورد، بيفضل متخزن في الخليه ويحصل له اندوسايتوزز لحد ما يبدا الجسم يحتاجه. اول ما الجسم يحتاجه يبدا يحصل حاجه اسمها بروتيوليز ويتكسر الثيروجلوبولين ويخرج التي 4. التي 4 لما بيخرج يبدا ان هو يخرج يعدي ويروح لمين، للبلد. اول ما بيروح للبلد ما بيفضلش قاعد في البلد لوحده، لازم يمسك في ايه، في بروتين زي ما قلنا، هيمسك يا في جلوبيولين يا في البيومين في ترانسيرتين. بس هو بيحب الجلوبيولين وليه هاي افينتي عشان السلو كليرنس والبرولينجد هاف لايف تمام. بعد كده بقى عندنا الميتابوليزم اوف الثايرويد هرمون. قلنا ان هو بيحصل له ميتابوليزم ازاي، عن طريق ان احنا عندنا التي 4 بس هو اللي يحصل له ميتابوليزم، ان احنا بنعمل دي ايودينيشن للتي 4 بانزيم اسمه الايودوسيرونين ديودينيز. الايودوسيرونين ديودينيز يبقى احنا بنعمل دي ايودينيشن للتي 4 بانزيم اسمه الايودوسيرونين ديودينيز، بننزع مجموعه ايودين من التي 4 عشان نحوله لايه، عشان نحوله لتي 3 تمام. طيب نشوف بس الرسمه الاول. ادي هنا في الرسمه دي، ادي دوت التي 4، ده التي 4 عندي. التي 4 بيتكون من اتنين، احنا قلنا التي 4 بيتكون من اتنين داي ايودو تيروزين، داي ايودو تيروزين. يعني معنى كده ان هو في مجموعتين من في مجموعتين من الديت تمام. المهم ان هو في مجموعتين، في حلقتين بنزين، في واحده فيها الايودين لمت بره وفي واحده فيها الايودين لمت جوه تمام. لو احنا جينا في الدي ايودينيشن دي واحنا بننزع الايودين، لو شلناها من حلقه البنزين اللي لمت بره هيديني حاجه اسمها اكتيف تي 3، انما لو شلناها من شلنا الايودين اللي لمت جوه هيديني ريفرس تي 3 او ان اكتيف تي 3. يبقى هنا تاني التي 4 في حلقتين بنزين، حلقه بنزين اللي هي الاوتر وفي حلقه بنزين اللي هي الانر. يبقى ديت الاوتر وديت الانر. لو شلنا لو شلنا الايودين اللي موجوده في الاوتر هيديني اكتيف تي 3، لو شلنا الايودين اللي موجوده في الانر هيديني ريفرس تي 3 او اكتيف تي 3. بيقول لي ان احنا بنعمل دي ايودينيشن للتي 4 باسم بانزيم اسمه الايودوسيرونين ديودينيز. فلما نعمل ريموفال اوف الايودين اتوم فروم الايه، فروم الفينوليك او الاوتر رينج للتي 4 هيديني ايه، هيديني اكتيف هرمون تي 3. انما ريموفال اوف الايودين اتوم فروم التيروزيل او الانر رينج، في التيروزيل او الانر رينج هيديني ان اكتيف ريفرس تي 3. طيب
طب الباسوي دوت اللي هو فيه اكتيفيشن وان اكتيفيشن، اللي هو ممكن يديني اكتيف تي 3 او ان اكتيف تي 3 او ريفرس تي 3، دوت مسؤول عن ايه؟ قال لي بيعمل بالانسنج للكونسنتريشن. يبقى هنا هو ليه امبورتنت رول في البالانسنج للكونسنتريشن بتاع الثيرويد هرمون، يعني ما بيخلوش كله اكتيف ولا كله ان اكتيف، فبيعمل ليه بالانسنج وتوازن. تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها الثيرويد هرمون ريسبتورز. الريسبتورز دي اللي هي المستقبلات بتاعه الثيرويد هرمون. كل ريسبتور بيتكون من اربعه دومينز. الاربعه دومينز دي يعني اربع اماكن موجوده على الريسبتور، اللي هم مين؟ اللي هم الان تيرمينال والسي تيرمينال والسنترال دي ان اي بايندنج دومين. يبقى هنا ان تيرمينال دومين، سي تيرمينال دومين، وسنترال دي ان اي بايندنج دومين، والرابع اللي هو لينكر بتوين البوث بايندنج دومينز، وبعدين والرابع اللي هو الايه، اللي هو اللينكر بينهم، اللي هو رابط بينهم، لينكر بتوين ذا البوث بايندنج دومينز. طيب احنا عندنا اربع انواع من الريسبتورز، اللي هم مين؟ اللي هم ثايرويد هرمون ريسبتور الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. يبقى هنا الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. طيب ايه اهميه اللي هو الالفا 1؟ قال لي ان الالفا 1 دوت بيبقى موجود في الهارت وفي السكليتال ماسل، مسؤول عن ان هو يعمل مينتيننس للكارديو فاسكولار فانكشن، ان هو بيحافظ على وظيفه الكارديو. يبقى هنا هو بيعمل مينتيننس للكارديو فاسكولار فانكشن. طيب البيتا 1، قال لي البيتا 1 ده موجود في ثلاث اماكن، في الليفر وفي البرين وفي الكدني، ومسؤول عن الميتابوليزم وفي الكوليسترول اند اللايبوبروتين. تمام. طب البيتا 2، قال لي البيتا 2 ده موجود في مكانين، يا في البيتيوتري يا في سبيسيفيك ريجنز في الهايبوثالامس، يا في البيتيوتري يا في سبيسيفيك ريجنز في الهايبوثالامس. يبقى هنا تاني الريسبتورز بتاعه الثيرويد هرمون، قلنا كل ريسبتور بيبقى فيه اربعه دومينز، ان تيرمينال وسي تيرمينال وسنترال دي ان اي بايندنج ولينكر بينهم. في منهم الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. الالفا 1 موجود في الهارت والسكليتال ماسل، موجود مسؤول عن المينتيننس اوف الكارديو فاسكولار فانكشن. البيتا 1 موجود في الليفر والبرين والكدني، بيعمل كنترول للميتابوليزم بتاع الكوليسترول والليبوبروتين. والبيتا 2 موجود في البيتيوتري وفي سبيسيفيك ريجنز وفي الهايبوثالامس. بعد كده بيقول لي معلومه ان التي 3 هو انشط ب 10 مرات من التي 4. يبقى هنا ان التي 3 10 تايمز مور اكتف ذان التي 4. ليه؟ عشان هو عنده هاي افينيتي ليجند فور الثايرويد هرمون ريسبتور، عشان هو ليه هاي افينيتي للثايرويد هرمون ريسبتور، بينما التي 4 دوت هو ليه عنده لو افينيتي. يبقى هنا التي 3 10 تايمز مور اكتف ذان التي 4 عشان الهاي افينيتي بتاعته للثايرويد هرمون ريسبتور، انما التي 4 عنده لو افينيتي. بعد كده بقى الكنترول في الثايرويد هرمون، قال لي ان احنا لو عندنا كميه التي 3 والتي 4 قليله في البلد، لو البلد ليفل بتاع الثيرويد هرمون بتاع التي 3 والتي 4 قليل، اللي هيحصل؟ قال لي ان الهايبوثالامس بتطلع هرمون اسمه السيروتوبيني ليزنج هرمون. السيروتوبيني ليزنج هرمون او تي ار اتش دوت بياخد بعضه ويروح على الانتيرور بيتيوتري ويطلع منها مين؟ التي اس اتش، يطلع منها الثيرويد ستيمولاتنج هرمون او التي اس اتش. يبقى هنا تاني التي 3 والتي 4 قال له في الدم، فالهايبوثالامس طلعت التي ار اتش او السيروتوبيني ليزنج هرمون، هيروح على الانتيرور بيتيوتري يطلع منها التي اس اتش او الثيرويد ستيمولاتنج هرمون. التي اس اتش قلنا لما بيزيد ايه اللي بيحصل؟ بيخلي السيروجلوبولين يتكسر، يحصل له بروتيليزز ويطلع التي 3 والتي 4 ويوديهم على الايه، على البلد، ويوديهم على ايه، البلد، عشان يخلي كميته ما تبقاش قليله. طيب على العكس بقى، لو كميه التي 3 اصلا التي 3 والتي 4 زياده في الدم، ايه اللي هيحصل؟ خلاص الهايبوثالامس مش هتطلع الهرمون بتاعها، فهيحصل انهيبيشن للسيروتوبيني ليزنج هرمون اللي هو التي ار اتش، وكمان هيحصل انهيبيشن للتي اس اتش، مفيش حاجه هتحفزه ان هو يطلع. تمام. يبقى هنا لما نسبه التي 3 والتي 4 كانت عاليه، عملت حاجه اسمها ايه؟ نيجاتيف فيدباك، عملت حاجه عكسيه، نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، حاجه عكسيه على التي ار اتش والتي اس اتش، انها قللتهم. يبقى زياده التي 3 والتي 4 قللت خروج التي ار اتش والتي اس اتش، فعملت حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، وبالتالي هتقلل وبالتالي دوت هيقلل الثايرويد هرمون ريليز. تمام. هنا برضو في الرسمه دي احنا قلنا ان احنا عندنا لما كميه الثايرويد هرمون بتقل في الدم، ادي الهايبوثالامس هتبدا انها تطلع السيروتوبيني ليزنج هرمون، يروح للانتيريور بيتيوتري يطلع منها التي اس اتش، التي اس اتش يروح للثايرويد جلاند يطلع منها التي 3 والتي 4 اللي هم الثايرويد هرمون، ويخرجهم في الدم عشان يعلي كميته في الدم. طيب انا اصلا الثايرويد هرمون ديت كميتها كتيره في الدم، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل انهيبيشن بقى، هتعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على مين؟ على الهايبوثالامس، تخليها ما تطلعش التي ار اتش، وعلى البيتيوتري الانتيرو بيتيوتري تخليها ما تطلعش التي اس اتش. بعد كده بقى في عندنا اربع اسئله، بيقول لي ايه which of the following is 10 times more active؟ قلنا طبعا التي 3 هو الاكتف، عشان المور اكتف عشان خاطر ان هو عنده هاي افينتي للريسبتور. which of these proteins has high affinity for التي 3 والتي 4؟ قلنا طبعا الجلوبيولين، عشان هو بيعمل سلو كليرنس وبيعمل بولونجد للهاف لايف بتاع التي 3 والتي 4 في الدم. which of these receptors is responsible for metabolism of الكوليسترول؟ دي كوليسترول. طبعا قلنا مين اللي هو البيتا 1، قلنا البيتا 1 اللي هو بيبقى موجود في الليفر والكدني والبرين. which of the following responsible for oxidation of the iodide او الاورجانيفيكيشن اوف الايوديد؟ طبعا قلنا الثايرويد بيروكسيديز، وكان معاه الاتش 2 او 2. تمام. تمام كده احنا خلصنا، توفيق ان شاء الله.